عزيز عقلنا كثير، تعرفنا على غسان بالسنوات الماضية وكان ضيفنا بالأوبرا هاوس لما عملنا حفلتنا واستضافنا بحفلته ببانكستاون وغنينا معه بغير محلات كمان وحتى ببيتنا باسم فرقة الأندلس العربية وباسم زوجي نور العلماوي وباسم أهل زوجي السيدة سعاد علماوي والمرحوم فوزي كانوا يحبوه كثير وكان يجي يزورنا مع أمان ويجيب العود معه ويغني هو بعمو فوزي بدون الحق صار بنغني لكم ثلاث موشحات الليله غسان كان يحب الموشحات كثير Thank you.
غسان كان يحب النثر، كتبت كلمة صغيرة نثر بالعامية تحكي عن الوقت. الوقت بيفتش علينا وما بينسى حدا، نحن منفتش على الوقت تنعمل اشياء عزيزة على قلبنا. الوقت عزيز علينا مع الموسيقى والشعر والأحبة. الوقت منكرهه بالأيام الصعبة، الوقت منقدره مع الأحبة. الوقت في سباق مستمر بدنا نسبقه، بس أكتر الأوقات بيسبقنا. منجرب نربح وقت، بس الوقت عطول ربحنا. بيقولوا الدنيا أخدوا عطا، أنا بقول الوقت عطا وأخد. الوقت عطا صديقنا غسان تيوصل صوته وفنه وفكره. الوقت أخد غسان بكير وعغفلي. الوقت منحبه أو منكرهه، سؤال جوابه صعب.
الموت حق ومالك الوقت حكيم ورؤوف. اليوم الوقت معنا بعيد غسان وذكرى الأربعين. غسان بعيش بصوته وموسيقته وبفكره، هيدا عزينا بالوقت. الله يرحمه، تعزينا لزوجته وبنته واخوته واخواته وعياله. أيها السيدة والسادة، باسم عائلة الراحل الحاضر نتقدم بالشكر الجزيل من السادة المتكلمين، اللجنة المنظمة، المهندس زهوة حب الله، السيدة سناء أبو خليل، الحاج خليل جابر، دكتور قاسم مصطفى، الأخ عمر علم الدين، دكتور مصطفى علم الدين، الأخ مصطفى حامد، الشاعر شوقي مسلماني، والسيدة لويسا رومانوس. كذلك نتقدم بالشكر من السيدة غادة عناوي ظاهرة فرقتها الموسيقية، الأنسة روان حديفي، جمعية كفر حلدة ممثلة بالأخ ياسر نوس، مصطفى حجازي رافق العقابي، ومنكم أيها الحضور الكريم إخوة وأصدقاء، ومن كل من ساهم مشكورا في إنجاح هذا الحفل التأبيني، نتقدم منكم بجزيل الشكر على حضوركم ومواساتكم، ونبتهل إلى العزيز القدير أن نكافئكم بالأفراح وأن لا يرينا بكم مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق من دكتور مصطفى علم الدين والإعلامي نبيه أحضر بحبه يقدم هدية رمزية للسيد ياسر نوس، نظرا لعطاءاته ودعمه دائما للأعمال الفنية والثقافية. شكرا كثير لكم، وإن شاء الله نبتدي بالمناسبات السعيدة. هاي هذا الصرح، صرح الطحالة المكاني اللي استقبل كل الشعر أصحاب الخير والمؤسسات الخيرية والاجتماعية بدون أي شيء، لأن السبب الوحيد بتقوم في المؤسسة هذه، مؤسسة الطحالة، العرش الشعر والأدب والفكر الثقافي والاجتماعي في دار الاغتراب، وهدية صغيرة عربون وفاء وتقدير للآنسة السيدة السيدة حضارة مبيعة حضارة. شكرا داعم الجالية العربية أن يقوموا بهالأشياء الخيرية أو الأشياء النشاطات، كله بفضلك. لو ما هيك ما كان في مكان لدينا نجتمع فيه مع أبناء الجالية العربية لحتى نتواصل مع بعضنا. ألف شكرا أستاذ ياسر نوس. شكرا لكم كلكم، ونحن بهالطريقه هيدي عم نتعلم من الادباء والشعراء، والله يرحموا الشاعر غسان، وان شاء الله نكفيكم بالافراح كمان. شكرا لكم. بالنص بس من خلالها فرجاني اياها
قلت له انا بعمل لك اياها هديه. خبرنا شوي عن بيروت، شو العروض؟ هي لوحة اسمها الرسام السوري اسمه بيليج، وهي عن بيروت وعن حضارة بيروت وكيف بتجمع كل الحضارات من الحضارات المسيحية والإسلامية والشرقية والغربية. ألف شكر، ألف مبروك. كما نرى الأستاذ رافق هو مخرج ومصور البرنامج اليوم الأمسية. كلنا سوما الأستاذ علي، ألف شكر لك للتصوير ومساعدتي. كلكم حاضرين، كلكم مميزين بهالحضور. كان الناس عن جد كلهم عم يساعدوا بعض. للأسف الشديد ذكرى مأساوية، ذكرى غسان علم الدين، ولكن غسان علم الدين دائما سيبقى في القلب والوجدان. إلى اللقاء مجددا، إن شاء الله في أفراح وليس أحزان. الله يرحمك أستاذ غسان علم الدين، الله يرحمك، يرحم كل أمواتنا جميعا، ونلقاكم قريبا إن شاء الله بأمسية مفرحة وليست حزينة. ألف شكر للعاملين والقيمين للمساعدين لنجاح أو إقامة هذه الأمسية والتأبيد. آخر كلمة معنا أنا نبيعة حدارة والأستاذ رافع العقابي، كنا في إحياء ذكرى تأبين الفنان الموسيقي الأديب غسان علم الدين. للأسف يعني أنا عم بحكي وبقلبي غصة غصة غصة، لأنه الإنسان مميز عندي، الإنسان أنا بعرفه من زمن، غنى في حفل زفافي، وثم لقيته بعد مدة وشاركته في عدة أمسيات له سواء غنائية أو أدبية أو شعرية. الإنسان صديق العائلة، الإنسان محب، وبعدها تعمل وكمان وأنا الميكروفون طبعا. كمل. كما نرى الدكتور مصطفى العالم الدين دائما دائما هو يرعى هكذا النشاطات. ألف شكر لك دكتور مصطفى العالم الدين حبيب الكل، أنت إن شاء الله نصفك إلا بأشياء مفرحة وليست حزينة. أوكي، وين الميكروفون؟ خليك وين الميكروفون؟ طفيته؟ اشكر له دكتور. إيه تمام. كما نرى الختام الأمسية كانت برعاية الأستاذ عدنان مرعي الذي كان له مميز. اللي كنا مبهورين بهالتنظيم اللي تم بالفعل، تنظيم مميز، تنظيم يدل على انسان يعرف كيف يقدم هكذا اشياء عقول بس بدي اقول شغله ثانيه، مش كهل الانسان هذا العظيم وكبير، يعني فات بتفاصيل المناسبه، ما خلى الانسان مشاكله، دم التخيل، قديم الجميل، الرائع، العاطفه، الابدي، الفكري، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله غسان علم الدين تأبين الأربعين.